أنا ساحرة تبوك. جميع الأعمال التي أقوم بها هي عبارة عن سحر التقرب من شخص أو جلب حبيب عن طريق الأظافر والشعر والدم النجس، وكان زبائني من العائلات العريقة وأصحاب الشهادات وأشخاص مرموقين. في يوم أتت إليّ امرأة وأرادت أن أقوم بسحر زوجة عمها لأنها كانت تريده أن يتزوج من ابنتها. كانت زوجة عمها معلمة عمرها 32 سنة ولديها أربعة أطفال ويعيشون حياة هادئة وسعيدة جدا. بدأت بالسحر لهذه السيدة وأرسلت الجن ولكنهم يعودون لي ويخبروني أن البيت مهجور خالي من البشر. جددت السحر وأرسلتهم مرة ثانية وثلاثة حتى بلغت الخمس مرات. ولم أستطع النجاح في سحرها وعجز الجن عن الوصول إليها. بعد ذلك قبضت علي الشرطة في عام 2014 بعد الترصد لي. كان منزلي من الخارج يبدو طبيعيا كأي منزل ولكن عندما اقتحمته الشرطة كان الداخل مختلفا تماما فهو عباره عن مزبله مليئه بالقاذورات وهذه تعتبر طقوس بيوت السحره من الداخل اثناء تفتيش الشرطه لفت انتباههم تكرار اسم تلك السيده لخمس مرات حققوا معي وسالوني عنها واخبرتهم بالذي حدث فقرروا الوصول اليها واخبارها عندما اتصلوا بها واخبروها قاموا بسؤالها اذا حصلت ظواهر غريبه لها فقالت انهم احيانا كانوا يسمعون صوت ريح قويه تضرب الشبابيك وبعض الاصوات الغريبه في المنزل فقط سالوها ماذا تفعلين حتى ان السحره لم يستطيعوا ان يسحروك اجابت انها تقرا هذه الاذكار وتداوم عليها يوميا بانتظام